السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الصف الثامن، معكم هبة هجا، ويلا نبلش بدرس جديد من مادة الفن. واليوم رح نحل أسئلة الوحدة لحتى ننهي الوحدة الأولى ونبلش مع بعض بالوحدة الثانية إن شاء الله. اليوم حبيبات طلاب صف الثامن رح نحكي بنهاية الوحدة الأولى إنه نحن نحل أسئلة الوحدة الأولى واللي هي عنا هاي الكرة الأرضية كيف بتدور حول الشمس وشو بينتج عندها أربع فصول مثل ما تعلمنا، ولكن الكرة الأرضية تنقسم إلى شقين، قلنا جوني يا رمكوري وجزاي يا رمكوري. هو اللي احنا شرحناها بالدرس الجوزاي والجوني، وقلنا إنه لحنا مشان ما نضيع لحنا الجوزاي، جوزاي يا رمكوري لحنا وهن الجوني يا رم كوريا اللي هن بأسفل الكرة الأرضية. طيب بالجنوب نجي منقول إذا كانت عنا بدنا نحلل الدنيا تمام الدنيا عم يقول لي البلجي جزاي رم كوريا يعني جهة الشمال، هاد جهة الشمال من هون. طيب هون شو عم بيقول لي الإيلانام يونجيت دوني جيسي يعني مدار السرطان، هون بيكون المدار عنا مائل، هون بيكون عنا محور الدوران او المدار هو مدار السرطان. طيب جزاي رم كوري بيكون عندهم ياز، والان وزون جندوز بيكون عندهم مين الجزاي يا رم كوري. طيب الجني يا رم كوري عندهم كش، الانقصى جندوز جني يا رم كوري. نجي للنقطة ب، النقطة ب بدنا نحدد البلجة هي جنيا رم كوري، وبيكون الإيلام هي عند إيلاك دونيجيسي مدار الجدي. جزيا رم كوري كش معناتها إن أزون جندوز جنيا رم كوري، والجنيا رم كوري ياز الإن قصة هي جزيا رم كوري يعني بعكس بعضهم تمام. هلا اذا احنا بدنا نحلل الكره الارضيه د والكره الارضيه ج، قلنا الالك بهار والصوم بهار بيتساووا مع بعضهم سواء كان بالجزاي ولا كان بالجنا. هلا البلجي اف جاتور الان لام اف جاتور جزاي يارم كوري الك بهار جني يارم كوري صوم بهار ان جوزون جندوز جيجي في جيجي جندوز سوريلري يعني نفس الاتجاه نفس الفتره 12 ساعه الصبح 12 ساعه المساء، ما بتفرق معنا اذا كان فصل خريف ولا فصل الربيع. والانقصى جندوز بيربرينا الشتر يعني مع بعضهم بيكونوا متناقصين او متزايدين تمام. هلا هي هيك بس انه الفكره انه احنا نعرف كيف نحفظ هاي الاتجاهات. فهلا هون موجود عندي هاي اول وحده شو بنقول عليها الك بهار، اذا كان هون الك بهار حيكون عكسها صوم بهار، اذا كان هون ياز عكسها كش، اذا كان هون صوم بهار هون عكسها الك بهار، واذا كان هون كش عكسها ياز. طيب هلا بنجي للسؤال اللي بعده منحل الدور والينضش. اول شيء شو عم بيقول لي هون؟ عم بيقول لي يرمي بير هازيران تارين دي جني يرم كوري دي ياز موسمي ياشنر. لا لانه بيرمي بير يرمي بير هازيران احنا اتفقنا انه جزي يرم كوري مو جني يرم كوري. هلا جيتي الى جندوز سوريلرينين اشتر اولدولو طاريهلرينين اكنوكوس طاريه ادينير يعني لما بيكون التواريخ اللي بيتساوى فيها الليل والنهار بنسميها معتدل يعني مثل انه خط الاستواء تمام هي صوم بهار والالك بهار. جنيش اشون دنيا دا ديك اولارك اولوشتوندا بيري ميوزيه دوشون انرجي از اولور يعني هلا لما بتصل اشعه الشمس الى الارض بشكل عمودي تصبح الطاقه لكل واحده الى سطح اقل، لا بيكون هون اكثر تمام. فمشان هيك ينضج لانه ديك تمام ننتبه. اف جاتور في قطوبلار موسمي فرقلقلارنن ان از اولدو يرلاردر يعني خط الاستواء هي الاماكن شو قلنا احنا خط الاستواء والاقطاب هي الاماكن التي بيكون فيها اختلاف الموسميه اقل. نعم ياز في كش موسم لرينين باشلا ينجا جنو دونومي دونومي اد فيلير يعني لما بيكون يطلق على بدايه فصل الصيف والشتاء الانقلاب الشمسي، يطلق على بدايه الفصل الصيف والشتاء هو الانقلاب الشمسي طبعا اكيد. فهيك الاسئله بتجينا فلازم نحن ننتبه كثير منيح ونحضر لها. نجي منحل أسئلة كمان. هون شو عم بيقول لي؟ أشهد كبير قسم يرتمش بير دفتر صيفايا جروم ليك تدر. شوفوا شو عم يقول هون. دنيانون جنيش تيرافندا دولان مصر في دنيانون دونيم اكسينين ايك اول مصر إلي مايدانا جيلير.
هلا هون السؤال الأول شو عم بيقلنا بهذا؟ عم بيقول لما بتدور الأرض حول الشمس ويميل محور دوران الأرض شو بيكون؟ بيعطيني ممسملار ولا بيريل ولا هافا أولايلر ولا أيلار؟ لا، شو رح يعطيني؟ رح يعطيني ممسملار، مثل ما اتفقنا لما الأرض بتدور حول الشمس رح ينتج عندها المواسم. السؤال اللي بعده هون شو عم بيقلي؟ احنا ما رح نقل الأسئلة اللي هيك الصعبة كتير، حنا الأسئلة اللي تكون عليكم سهلة، ما في حكي كتير. طيب هذا السؤال أشادك دنيانان جنيش اتيرافن دا دولم هاركيت جوستر لمشتر. شوفوا هون حركات الأرض، في عنا كي لي ميني بير جوستر إلجي إلي إلجي أشادك الأردان سرولار سرور مشتر. السؤال الأول شو عم بيقلنا؟ هانجي كونونلاردا جزي يارم كوري كش موسمي يشار؟ أي منا من الجزي يارم كوري بيعيش موسم مين؟ شتاء. السؤال الثاني عم بيقلنا هانجي كونونلاردان جني يارم كوري ياز موسمي يشار؟ اي منا اللي بيعيش بموسم الصيف؟ تمام. وهون في عندكم الكرة الارضية لي وكي ومي وني، انتو برأيكم اي بتكون؟ مين بيكون الشتاء ومين بيكون الصيف؟ طيب عم بيقلي السؤال الاول ني وكي، ني اوكي تمام. السؤال الاول عم بيقول انه هو ني اوكي يلي بيعيش موسم الشتاء، والسؤال الثاني عم بيقول حسب ما قال انه هو ياز مين كمان بيعيشه؟ كمان نفسه ني اوكي تمام. يعني اذا كان عنده صيف حيكون عنده شتاء، واذا كان عنده شتاء رح يكون عنده صيف. هلا السؤال اللي بعده انتبهوا، هذا كتير هذا يعني كتير مهم ولازم نحن نحفظه مع بعض. هفا أولايلرني، هفا أولايلرني أحوال الطقس، شو قلنا نحن بيكون عندنا أحوال الطقس؟ روزجار سجاكلك سجاكلك نيم يعني رطوبة، بصنتش ضغط، يانتش هذا بيكون مثل الصقيع تمام، ياغتش كلهم هدول بيكونوا من الهفا أولايلر. طيب كمان شو عم بيقلنا هون؟ شوفوا عنا هذا السؤال كتير مهم وبتكونوا تشوفوا شو عم يحكي. في عنا الروزجار، في عنا اليامور، الدولوكار، الهورتوم، التشيسيس، كارغل، كلهم هدول شرحناهم بالدرس وعم يقولولنا اي واحد فيهم. هلا هون شو عم بيقلنا؟ عم بيقلنا الروزجار امتى بيكون الروزجار؟ لما بيكون يوكسيك باصنتش، يعني لما قلنا بيكون الضغط عالي، الندا التشاك باصنتش الندا دورو اولوشون يطيا يوندكي هافا هاركيتر، يعني لما بيكون الضغط بين اليوكسيك والالشاك شو بيكون في عنا؟ روزجار. هلا اليامور انت اليامور لما بيكون في عنا سجاك فيني نيملي هوا الي سوق، لما بيكون الهواء سخن وبارد يعني حامي وبارد شو بيكون في عنا؟ بيكون في عنا يامور. دولو هي حرف الفاء اللي هي يامور داملا لارنن سوق هوا الي كارشلاشب buz toplarına düşen misile oluşan yaşı şekildir. Yani dolu bikun gheme muhammele minel matar velakin bikun fi hava bared ve kaman ahyanan binzel minne şu kıta minel buz. كار التلج، كلياتنا بنعرف التلج. امتى بيكون التلج؟ لما بيكون هوا دقيق شبو نايم بوز، لما بيكون الهواء كتير بوز يعني عاطي على برودة كتير تمام، فهون بيتحول المطر الى شو؟ الى كرات من التلج. الهارتوم شو كانت الهارتوم؟ قلنا هذا الهارتوم مثل هذا يعني الهارتوم يلي هو بيكون عاطي على شكل خرطوم الاعصار اللي احنا بنسميه. هون شو عم بيقلنا بالهارتوم؟ كأنه شرحنا اليامور للهارتوم. برضو اليامور هي ده اليامور هي ده havadaki nem yuşunun ili oluşan minik su damlacıklarının اليامور لما بتكون محملة بالماء، مثل ما أنا لما بتكون في عملية تبخير بالبحار بعدين بتنتقل لغيمة وبعدين الغيمة بتنزل مطر. أما الهرطوم لبه تمام خربطت أنا بسجاك بينام لي هوا سوق، لما بيكون محمل بالهواء البارد والساخن بيطلع عنا هذا الأثر. شي هو شو قلنا؟ قطرات الندى. قطرات الندى لمين بتكون؟ هوا هوا دكي نيم توبراك يابراك تمام، لما بيكون قطرات الندى واقع على الورد أو الورق الشجر الأخضر هيك بتلاقوا عليها نقط
موجودة على الورق فمنسميها تشي، اللي هي قطرات الندسيس الأعصار، اللي هو الأعصار شو بيكون كمان محمل هفضكي نيم يوري زنين هيم زريندة يشي نصيلة أولوشون فيغروش مسافة لرنين أزلا يشي شكل ده. الأعصار كلياتنا بنعرفه لحنا، أو السيس اللي بيعطي صوت للهواء مثل ما شرحت لكم اياه بالدرس. احيانا بالليل بنسمع صوت الهواء كتير قوي لما بيكون في هواء، خصوصا بالشتاء الشديد يعني اول السنه الشهر الثاني، فبتسمعوا صوت للهواء شلون بيكون. الكرقي الصقيع، الصقيع كلياتنا نحن بنعرف شو يعني الصقيع، اللي بيكون هو الثلج كتير كتير كتير، فبتلاقي انه الاشياء عندها هيك بتصير صقيع مثل ما شرحت لكم اياها بالدرس. فشلون بيكون الهواء؟ عم بيقول الهواء بيكون عنا كتير صلب او بيكون كتير في برد، فشو بتصير شو تتحول الاشياء الى قط يعني صلبه، مثل التوبراك الاربا ازرندكي اولستروبوز كريست تلدالدر، يعني بتكون هي هاي بتكون الأشياء بتتحول إلى أشياء صلبة. أي شيء مثلا بتعرضوه لهذا الطقس فبتتحول إلى أشياء صلبة أو قابلة للكسر لأنه بيكون فيها صقيع كتير. هلأ لهون هيك بيكون أنا خلص درسي معكم، بكون أنا شرحت لكم يا هون لأسئلة الوحدة بشكل كامل، وإن شاء الله ببدأ معكم بوحدة تانية. سلام.